مجموعة استثمارية عالمية تؤكد أن إردوغان يخاطر بدفع تركيا صوب الانهيار الاقتصادي. رئيس الأركان الجزائري يؤكد تأييد المقاربة السياسية التي قدمها الرئيس المؤقت لحل الأزمة بالبلاد. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد رفع إيران لدرجة تخصيب اليورانيوم. الثانية ظهرا 12 بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. حذرت شركة أشمور لإدارة الاستثمارات من أن الاقتصاد التركي يتجه إلى الانهيار بصورة مماثلة لتلك التي شهدتها فنزويلا. وقالت الشركة إن الأخطاء السياسية لإردوغان ولنظامه الحاكم في تركيا تدفع بالبلاد نحو الخراب، خاصة في ظل تدهور بيئة الاقتصاد الكلي. واعتبرت الشركة الرائدة في مجال الأسواق الناشئة أن تكلفة التراجع عن السياسات الخاطئة لإردوغان ستكون باهظة للغاية، وأن هذه التكلفة مستمرة في التصاعد. وصف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الانتخابات الرئاسية بأنها مفتاح لبناء الدولة القادرة والقوية على حماية مواطنيها. صالح أكد تأييد المؤسسة العسكرية الجزائرية للمقاربة السياسية للحل الذي قدمه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، معتبرها خطوة جادة ضمن خطوات إيجاد الحلول المناسبة للأزمة السياسية. وحذر رئيس أركان الجزائر من وجود أطراف معادية للبلاد تشكك في المساعي التي يقوم بها الجيش. كشفت وزارة الدفاع الفرنسية أن صواريخ جافلن التي عثر عليها في ليبيا تعود لباريس، نافية الأكاذيب التي روجتها ميليشيات طرابلس لاتهام الجيش الوطني الليبي بالحصول على هذه الصواريخ بطريقة تخالف القانون الدولي. أكدت باريس أن الهدف من الصواريخ كان الحماية الذاتية لوحدة عسكرية فرنسية أرسلت للقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب، وأضافت أن الأسلحة كانت غير صالحة للاستعمال ومخزنة بشكل مؤقت في مستودع تمهيدا لتدميرها. قال دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت الدول الأعضاء في اجتماع مغلق اليوم أن إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء تقدر ب 4.5%، أي بما يفوق المستوى المسموح به في الاتفاق النووي مع القوى العالمية. وذكرت الوكالة التي تراقب تنفيذ الاتفاق أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ حاليا 213 كيلوغرام، بزيادة تقدر ب 10 كيلوغرام عما تم الاتفاق عليه في الاتفاق النووي. أعلن السفير البريطاني لدى واشنطن استقالته من منصبه أعقاب أزمة نجمت عن تسريب لمذكرات خاصة به. هذه المذكرات وصف فيها الرئيس الأمريكي ترامب بأنه يفتقد الكفاءة. وقال السفير كيم داروك في بيانه إن الوضع الحالي يجعل من المستحيل ممارسة مهامه، ويشار إلى أن واشنطن قررت إلغاء المحادثات التجارية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على خلفية هذه الأزمة. موجز الأنباء انتهى، وللمزيد من التفاصيل تستطيعون أن تتابعوا الموقع الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا لكم.